فيزيت زي ما خدنا قبل كده في المحاضرة النظري. تعريف الهوم فيزيت يعني ايه؟ عبارة عن بربوس في الانتراكشن ان هوم دايركتد ات بروموتينج اند مينتيننج الهيلث الخاص بالانديفيدوال والفاميلي. طيب ايه الغرض من الهوم فيزيت؟ قلنا عشان خاطر انكارج يوز اوف الهيلث ريليتد ريسورسز، بشجع الافكتيف كير للفاميلي، بعمل انكارجنج للجروس والديفلوبمنت للفاميلي من خلال انا بديهم هيلث بروموشن وديزيز بريفنشن، بعمل سترينجسنج للفاميلي فانكشن، بروموتينج الهيلث فول انفايرمنت. طيب ايه هي الفيسز بتاعتنا في الهوم فيزيت؟ عندنا 3 مراحل، اول حاجه الانيشيشن والامبلمنتيشن والترمينيشن، تمام، وهنقول كل واحده بالتفصيل. طيب في بعض النقاط لازم نفتكر فيهم واحنا بنبدا. ان اول حاجه طبعا لازم يكون معايا تليفون بيشور الايجنتس نو يور فيزيت، دريس سيمبل وزاوت جولري، دونت كاري لارج اماونت اوف كاش، وير ايجنسي بادج زي ما اتفقنا، ونيفر امبلمنت الفيزيت الون، تمام. طيب هنبدا بقى في الزياره بتاعتنا، اول زياره، تمام. زي ما قلنا الهوم فيزيت اول حاجه في اول زياره في الفيرست تريمستر، اول حاجه بعمل ريفيو فاميلي شارت، طبعا بشوف الفايل بتاع الفاميلي، بعمل بربير للنيرسينج كير بلان بتاعتي اللي احنا قلنا فيها بيبقى مكتوب فيها نمبر اوف الفيزيت واسم العيله والنيرسينج كير بلان اللي هشتغلوا معاها. طيب الكونتاكت مع الفاميلي لازم الاول اعمل سيت اب للفيزيت، احدد ميعاد بالتليفون للزياره، بعد كده بحضر البربير الايكوبمنت بتاعتي واتاكد انها شغاله، واعمل بربير النيرسينج كير بلان او البربير النيرسينج باك زي ما اتفقنا. ترتيب الشنطه ده بروسيجر وحدي، تمام. طيب اول مرحله عندي اللي احنا قلنا الفيسز، اول حاجه الانيشيشن فيز بنعمل فيها ايه؟ اول حاجه بعمل نوك الدور طبعا، وابدا اقدم نفسي للفاميلي، بعد كده مش نفسي بس ومعايا مين؟ الاذر كوليج، الزميل اللي معايا والايجنس اللي انا جايه منها. بعد كده بعمل اكسبلين البيربز اوف الفيزيت، وبدي فيه مومنت فور سوشياليزيشن، وبسال الفاميلي لو كان في اي حاجه حابب يسال عنها في الاول، وبقول لهم خلي بالكم يا جماعه دي في اول زياره، هيبقى فيه 3 زيارات ثانيه، تمام، ولو فيكم اي حاجه استفسارات قولوا لي عليها ونحضرها في الزيارات اللي جايه باذن الله. طيب دخلنا على المرحله الثانيه اللي هي مرحله الامبلمنتيشن اللي ابدا انفذ فيها، ان انا بعمل بليس الباج على كلين سيرفيس زي ما اتفقنا، بغسل ايديا، بعد كده بلبس الابرون بتاعتي، وابدا اخد اول حاجه في اول زياره اللي هي الهيستوري. الهيستوري باخده طبعا عشان يكون عندي داتابيز، باخد الهيستوري وبشوف الكلاينت انفايرمنت السايكولوجيكال ستيتس بتاعتهم والميديكيشن والنيوتريشن، كل ده بسال عنه. بعد كده ببدا انفذ البروسيجر بتاعي. اول حاجه لازم طبعا بناخد تيك الفايتال ساينز عشان خاطر ابقى متابعه الام بقى خلال فتره الحمل واشوف ايه التغيرات ممكن تحصل ليها. بعد بعمل جنرال اكزامينشن من الهيد للتوي، وبعمل انفستيجيشن في الهوم اللي احنا قلنا عليه اليورين اناليسيس زي ما قلنا بنعمله ازاي، وبسال المزر عن الويك بتاعها، تمام. طيب بعد كده الهيلث ايدوكيشن بتاعنا قلنا ده في الفيرست تريمستر المفروض اتكلم عن 10 حاجات، النيوتريشن والكلوزس والهيجين والريست والسليب والفريش اير والورك والماريتاليزيشن والسموكينج والميديكيشن والدينجر سايز، تمام. كل ايتم فيها زي ما اتفقنا بالتفصيل بتكلم على ايه حسب المرحله اللي هي موجوده فيها. بعد كده بعمل بوش الهاند بتوين الفاميلي ممبر، وبعد كده بعد ما بشوف بقى او بعمل كلين للايكوبمنت بتاعتي بعد ما خلصت، وبعد كده ريبليس الايكوبمنت لمين؟ للباك. في الترمينيشن فيز بقى بعمل سمرايزيشن للحاجات اللي انا قلتها، وبحدد ميعاد الزياره الجايه. طبعا احنا قلنا بعد ما بنروح وبننهي الزياره ببدا اعمل اللي هو المين الريكورد بتاعنا للفيزيت، تكون كومبليت وكونسايز واكوريت مان. بعد كده كوميونيكيت هنا الفايندينج تو اذر هيلث كير بروفايدر او اللي حصل قدر الله ريفيرال، تمام. خلصت كده بالنسبه لاول زياره. طب السكند تريمستر يبقى في السكند فيزيت في السكند تريمستر نفس الخطوات اللي احنا قلناها، مفيش اي اختلاف خالص، تمام، غير ان انا بس في الانيشيشن طبعا بخبط على الباب وعشان ادخل، لكن مش بقدم نفسي تاني، الاسره بالفعل عرفتني، وببدا بقى اعمل سوشياليزيشن معاها واسالها ايه اللي عملتيه، لو ليك اي حاجه حابه تسال عنها في البدايه. ودخلنا في الامبلمنتيشن قلنا بنحط الباب على كلين سيرفيس وبغسل ايديا وبلبس الابرون، المره دي مش هاخد الهيستوري لان الهيستوري خدته في اول زياره، هبدا في البروسيجر بتاع على طول. انا باخد الفايتال ساينز وبعمل الجنرال اكزامينشن وبشوف الليج فور اديما، وبعمل لوكال اكزامينشن للابدومن والبريست، وبسال المزر عن الويك بتاعها، وبعمل اليورين اناليسيس فور البومن، تمام. طب الهيلث ايدوكيشن المره دي في السكند تريمستر اللي هو في الشهر الرابع والخامس والسادس بنسال عن ايه؟ بشوف الدينجر ساينز. هما ايه الدينجر ساينز؟ ما احنا عارفين ان هي اديما في اللور ليمب او الفيس، في بيرزيستنت هيديك، في بالرنج في الفيجن، وفي سيفير ابدومينال بين. طبعا بشوف الاومانيزيشن، احنا قلنا بنبدا اول ما البيبي يبدا يتحرك بقول للام تبدا تاخد على التيتانوس، بالنسبه لو كان اول حمل بتاخد اول ما بيبدا البيبي يتحرك في بدايه الشهر الخامس، وبعديها بشهر بتاخد الحقنه الثانيه، بتاخد في اول حمل بتاخد حقنتين، تمام. بشوف الاكسرسايز طبعا هو الحاجات بتاعه الورك بتاعه البيت العادي، والنيوتريشن والبيرسونال هايجين والكلوزز، ونفس الخطوات هي مفيش اختلاف فيها، تمام. وبحدد برضو ميعاد الزياره اللي جايه. طب في الثيرد تريمستر الثيرد فيزيت، يبقى في الثيرد تريمستر يبقى في الاند اوف سكند وستارتنج اوف
الثورد تريمستر نفس الخطوات هي مفيش ادنى اختلاف نفس الكلام اللي احنا قلناه تمام وفي الامبليمنتيشن نفس الخطوات مفيش حاجه زياده تمام الهيلثي ايدوكيشن برضه هنتكلم على الدينجر ساينس طبعا انا ابتدي تدخل معايا في الشهر السابع يبقى اشوف ساينس اوف مين ليبر اللي احنا قلنا عليها اللي هو كونتراكتد في اليوترس وهنا وذ ريجولار انترفال ماشي وبشوف الشو لو كان في بين في اللور باك وبشوف لو في اكستندد في هنا تو الابدومين وبكلمها على البليس اوف ديفري والاكسرسايز والنيوتريشن تمام وبرضه نفس الخطوات هي هي. طيب في الفورس فيزيت الزياره الرابعه بنعمل ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في الزياره الثالثه تمام بس هنا بعمل في الامبلمنتيشن بعمل ايه اوبزيرف للدينجر ساينس هل ظهرت عليها العلامات ولا لا الهيلث ايدوكيشن هنبقى على طول بالساينس اوف ليبر بليس اوف ديليفري بكلمها عن ريلاكسيشن تكنيك والبريسنج اكسرسايز عشان احضرها للليبر تمام بعد بكلمها عن الفاميلي بلاننج خلاص ده داخله معايا على ولاده يبقى ببدا اكلمها في الفاميلي بلاننج شوف اخرناها لاخر زياره بشوف البريست كير وبكلمها على النيوتريشن والكير اوف ذا بيبي والباسنج والاي كير والكورد كير تمام بعمل وش للهاند وبرجع الادوات بتاعتي زي ما اتفقنا وبعمل ترمينيشن للفيزيت بتاعتي بس خلي بالك بحدد معاها الزياره الجايه اللي هي اول زياره معايا بوست بارتم معايا تمام وبرده بعد ما بروح وبخلص بعمل ريكورد للفيزيت بتاعتي زي ما اتفقنا وكوميونيكيت الاذر فايندينج وكده يبقى خلصنا البروسيجر بتاعنا تمام. طيب نطبق الحاجات دي ازاي؟ زي ما قلنا اننا خلاص للفم اللي انا راحه بقدم نفسي وبقدم معايا الاذر كوليج والايجنس اللي انا جايه منها بدي بعمل اكسبلين للبيربز اوف الفيزيت وبعدي فيو مومنت فور سوشياليزيشن عارفه تسال عن اي حاجه وقلنا ده اول زياره تسمح لي ان هي ادخل فابدا احط الباب بتاعتي قلنا في المرحله اسمها مرحله الامبلمنتيشن ببدا احط الباب بتاعتي على كلين سيرفيس تمام بطلع البيج فان فولد بتاعتي اهي وببدا احط عليها البيت بتاعتي تمام بطلع طبعا زي ما اتفقنا هلاقي اول حاجه ادوات الهاند موشن تمام لسنه رابعه باخدها وبروح اعمل هاند موشن وارجع بعد كده المفروض الاقي قدامي الابرون بطلع والبسها وقلنا دي لو اول زياره يا جماعه يبقى هاخد اول حاجه في البروسيجر بتاعي ان انا اعمل اخد الهيستوري بتاعي بتاع فمك اشوف الهيستوري بشوف النيوتريشن بتاعتها بشوف السايكوسوشيال نيدز بشوف الميديكيشن وفي ادويه بتاخدها بعد كده بعمل البروسيجر بتاعي ان انا بطلع ادوات الفيتال ساينز اللي انا بشتغل بيها عشان يكون عندي داتا بيز ليها تمام وبعمل غير ادوات اللي هو غير الفيتال ساينز اللي انا باخدها بنطلع السيرمومتر تمام كنا الاورال بتكون في الرايت تمام طلعنا حاجتنا تمام طلع السماعه اهي خلاص بعد ما بنخلص الفايتال ساينز بتاعنا بنسال المذر وزنك كام اما اتوزنت في الوحده الصحيه وبعمل اليورين اناليسيس لو انا هعمله الزياره دي تمام يبقى بقول لها خلي بالك ان انا مثلا عايزه جزء من اليورين وشكله ازاي تمام وباخده وببدا اعمله بالخطوات اللي احنا قلنا عليها تمام. طب ايه الهيلث ايدوكيشن اكلم المذر عليه زي ما قلنا بكلمها عن نيوتريشن بكلمها على الاستوليستيك بكلمها على الهيجين بكلمها على الميديكيشن بكلمها على الماريتال ريليشن بكلمها على السموكينج والورك وبكلمها على الدينجر ساينز. طيب بعمل ميتين سيف الانفايرمنت بتاعتي وحافظ على الادوات بتاعتي طبعا لو في اي حد في الفاميلي محتاج مني حاجه بعمل هاند بوشن بتكون الفاميلي ممبر اخلي بالي وانا بدي هيلث ايدوكيشن لللانجوج بتاعتي وبستخدم الهيلث ايدوكيشن ماتيريال بتاعتي اكوردنج تو النيد اوف ذا فاميلي تمام وابدا اشرح بيها بعد كده بعد ما بنخلص بستاذنها ان انا اعمل ايه هاند بوشن وابدا ارجع الادوات بتاعتي اللي احنا عملناها تمام بعد كده خلصت الزياره مع الام بعمل لها سمرايزيشن احنا النهارده اتكلمنا عن ايه تمام وابدا احدد معاها ميعاد الزياره الجايه خلصت الزياره بتاعتي ببدا ارجع الادوات بتاعتي عملت هاند بوشن وخلصت تمام خلصنا حاجتنا اهي تمام سنه رابعه حاجات البيبر بايك دي والحاجات دي مستهلكات انا بعملها كده خلاص لو في باسكت عندها بحطها ما فيش بخليها في الشنطه بتاعتي وانا مروح الوحده الصحيه بتاعتي او الكليه بتاعتي ببدا ايه ارجع الحاجات بتاعتي تمام خدي الابرون اهي اهي جوه كده لان ايه لو في اي حاجه عملتها وحاسه ان هي بقت كونتامينيتد اهي خليها على التوب اوف ذا باك زي ما اتفقنا بحيث ان انا لما اروح على طول ابدا اعمل كلين للباك والادوات اللي معايا تمام
خلصنا كده الزياره تمام، وبحدد معاها ميعاد الزياره الجايه، وبعد كده باذن الله اما بروح الوحده الصحيه بتاعتي اعمل الايجنس اللي انا جاي منها، ببدا اعمل الريكورد بتاعي واعمل ريبورتنج فور ايه ابنورمالتي. وشكرا.